ما كان خطر ببالي انه راح نغرق، يعني دخلت المي بس ما تصورت انه ما راح يطلع. لا ماني غلبان، بس واحد مقهور انه ما انبسطنا. انا كنت اخذ انت نرتاح شوي، لكن نتمعن. هو اطفالي كلهم ما بيعرفوا بيت اهلهم، ما بيعرف بيتي بالدير، ما بيعرفوا اطفالي كلهم. هو انا هيك كنا على اساس نطلع، كنا ما عاد تنعش، ما في امل. ضلينا 5 سنين من مكان لمكان، ما في امل. ما في رجع على سوريا، صعب. ما عاد اقدر ارجع، بعدين ارجع على مين؟ ما في حدا، كل اهلي طلع. هلا من امبارح في ظل هونيك اختي عم احكي معهم، يقول لي نازل صاروخ بالبيت تبعه. هو خلصونا من هالأسد ابن الكل، خلصونا منه. بعدين آخرة ما يقدر يشيلوا على الوصف. شو صار؟ هم ما بدهم يشيلوا، هم عن مصالحهم كلهم يدور على النفط، على المصالح كلها عم يدور. الشعب عم يموت، هم عم يدور على هذا يبيع أسلحة وهذا يبيع النفط، كله كذاب. هو ما مشكلة، ما لو هو قلنا لون ميت ببلدي أحسن لي، كان دفنتون. كان دفنتون هناك.